على بعد أقل من شهر من موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة، لم يخف رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي تخوفه من عودة الصراع المسلح في ليبيا في خطاب له بمؤتمر شبابي أقيم في العاصمة طرابلس. تخوفنا الحقيقي من العودة لا قدر الله إلى الصراعات القديمة التي تعب منها الليبيون وضاعفت من أزمتهم خلال السنوات الماضية، وهو ما يحتم علينا من منطلق المسؤولية المحمولة على عاتقنا أن نبادر باتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن السلم وتمكن المصالحة وتضع المنافسة السياسية في مربع التنافس السلمي الديمقراطي. أما عن إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية، فقد أكد محمد المنفي أن التنافس السلمي الديمقراطي ونجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سيكونان المخرج الوحيد من الأزمة التي تعيشها البلاد. إننا جميعاً نعمل جاهدين من أجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي. الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة عبر تحقيق كل الضمانات اللازمة حتى تكون انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها بحق عن إرادة الشعب الليبي. هو أقل من شهر يفصل الليبيين عن موعد أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في البلاد، وعلى الرغم من كل الخلافات الحاصلة بين الأطراف، فإن مسعى إخراج ليبيا من بوتقة الحروب التي مزقتها لن يكون في مصلحتها وحسب، ولكن لدول الجوار أيضاً.